وحشتيني وحشتيني قوي. تعرفي طول ما انا في النجع ما بفكرش غير فيكي. كان نفسي اكون اعرف اتكلم الانجليزي عشان اخد ودي معاكي زينه. ما تقلع النضاره دي، خلينا نشوف نظره عينيك الحلوه دي. سلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا خواجه؟ ازيك؟ كيفك يا سنيور؟ تشرب ايه يا همام؟ جيبوا لي الميه الصفراء اللي انت جبتها لي المره اللي فاتت دي اللي طعمها مزز. بقيت صاحب مزاج يا همام. هنبسطك ونعدل لك مزاجك. لكن انا عايز حاجه اهم من ده كله. اؤمر يا همام يا غالي. عايز قنابل بدل اللي جبتها لي المره اللي فاتت. ليه؟ انت بتعززهم زي اللب ولا ايه؟ قطمت بيهم وسط عيله بحالها، وعايز استعد لعيله حسان عشان لو حاولت تاذيني ولا تاذيكم اقطم وسطهم هم كمان. كلامك جميل، بيؤكد انك خايف علينا، بس لازم تقعد معانا كام يوم عشان نحضر لك طلباتك. وماله؟ امال انا جاي ليه؟ عشان نتدلع ونتسبح. حاكم البرشام اللي انت جبته لي المره اللي فاتت إيه؟ كان واعر قوي، وحرمكم من حرمكم، بس فيهم عيب واحد بس. ايه؟ بيخلوني ما اعرفش ابص لاي حرمه هناك في النجع. ده بيسميهم حريم. شوفوا اي حد يكون الصوت. شايف عمر المكنه اللي فيها حياتنا ولعت ولعت. يمين بالله ما حد عملها الا البندريه. اكيد ضربوها بالقلم زي ما عملوا مع عيله عبادي قبل سابق. يا عمي ليه؟ انتوا عارفين دي ثمنها كام ولا ريت كيف؟ طب يا عمر معلش يا عمر، هيدفعوا ثمنها من دم عيالهم ولومت اخوي في تربته. لا خلي الدم لهك. أيوة يا عمر، في إيه؟ إيه؟ لا، البندرية ملهمش صالح باللي حصل. أنا عارف من اللي عملها كويس. قول لهم إنها هيتصرف. لازم تلحقهم يا عمر. قول لعمي بيني هو اللي عملها. ومناه هيعرف يحاسبه صح. سلام. في إيه مناه؟ إيه اللي حصل؟ شوية مشاكل عندنا في البلد. والله حرام اللي بيحصل ده. ده كتير عليك. الحمد لله إن عمر طلع واعي. كلمني قبل ما يعملوا حاجة. يكلمك ازاي؟ تطلع يجي 40 كيلو بره عشان يعرف يكلمني، عشان يجدهن بقول له يعني ارجع بسرعه يا عمر. وانت هتطمن عليهم ازاي؟ يا نورهان ما بتبطليش كلام ولكلكه. الله هستناه ست لما يكلمني تاني، وبعدين انا راجع قريب. تصبح على خير. ماشي يا ابن الكلب، انا هعلمك الادب.